أهلا فيكم الجديد مشاهدينا. جاءت الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني بحريننا كامتداد للمشروع الإصلاحي الشامل اللي أرسى قواعده سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظ الله ورعاه. جاءت الخطة الوطنية نظرا لفكر ملكي مستنير يعزز قيم الانتماء والمواطنة، ومضت هذه الخطة بخطوات ثابتة وشملت في طياتها مشاركة حثيثة وواسعة من مختلف الجهات والعقليات الوطنية والأقلام الصحفية. ضمت هذه الخطة أكثر من 100 مبادرة تسهم جميعها في تعزيز منظومة القيم المتعلقة بالانتماء والمواطنة، وبمناسبة مرور عام على تدشينها بنتعرف اليوم على أبرز ما حققته خلال هذا العام. حياكم الله في الرأي. منذ أن كانت فكرة ثم مبادرة وخطة، وبحريننا تحمل في طياتها فكرا ملكيا مستنيرا، وهو حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في أن يكون أساس المشروع الإصلاحي الشامل فكرا يستند في جوهره على تعزيز الولاء والانتماء الوطني وتعزيز أركانه ليظل حائط الحماية الأول للمجتمع. من هذا المنطلق جاءت الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وتكريس قيم المواطنة بحريننا، ومضت بخطوات ثابتة واضعة إطارا تنظيميا من أجل بناء وطني شامخ. في 26 من مارس 2019 قام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بتدشين الخطة بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ونخبة من أبناء الوطن. في ذلك اليوم جاءت كلمات معالي وزير الداخلية معبرة ومجسدة للمعاني السامية والأهداف الوطنية التي تعمل الخطة على إنجازها. فالوطن ليس حيزاً جغرافياً نعيش فيه فحسب، بل هو تاريخ المواطن وجذوره ومخزونه الثقافي وهوية وجوده. إن تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة ليست مفاهيم وجدانية الشعور والمعنى، بل الضمانة الأساسية لتحقيق الاستقرار الوطني. مرت الخطة الوطنية بخطوات واثقة إلى الأمام من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، وبمبادراتها التي تجاوزت 100، فكانت البداية مبادرة معالي وزير الداخلية في 21 من يناير 2018. أعقبها تشكيل لجنة من المختصين والخبراء لإعداد وثيقة استرشادية تكون إطاراً عاماً لعمل كافة الجهات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لأجل تعزيز الانتماء وقيم المواطنة. بعدها أقر مجلس الوزراء المبادرة كخطة وطنية شاملة تتضمن بجانب منطلقاتها وثوابتها وقيمها الوطنية الآليات التي تضمن تنفيذها وتحقيق أهدافها المطلوبة. تتلخص أهداف الخطة الوطنية في الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد الأصيلة لأهل البحرين، والعمل بروح وطنية من أجل تنمية الجهود في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره من خلال تعزيز شعور المواطن بالانتماء وجعله سلوكاً إيجابياً ومسؤولاً يساعد على تماسك الجبهة الداخلية بين أطياف المجتمع، إضافة إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء والتسامح والاعتدال والالتزام بالوحدة الوطنية. وبالحديث عن المبادرات فهي تندرج تحت 5 مسارات أساسية تستهدف مختلف فئات المواطنين، والمسارات الخمسة هي برامج الانتماء، حملات العلاقات العامة والإعلام،
المناهج والمقررات والتشريعات والأنظمة، إضافة إلى مؤشرات الأداء الوطني التي تهدف إلى قياس التحولات في اتجاه المواطنين تجاه الانتماء الوطني وقيم المواطنة، وقياس فاعلية تنفيذ هذه المبادرات وتأثيرها مجتمعياً. إن تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة عملية مستمرة أبعادها متعددة، فتعزيز الانتماء لا يتحقق بين عشية وضحاها، وإنما هي جهود مستمرة تجسد نتيجتها الممارسات والأفعال على أرض الواقع، وتبدو ملامحها عبر العديد من المواقف الوطنية والمجتمعية التي تؤكد أن المجتمع البحريني متماسك بطبعه، يتسم بالتعايش والمحبة والتسامح، يؤمن بأن الولاء لجلالة الملك المفدى والتمسك بالقيم الوطنية ومقتضيات الانتماء الوطني هو الطريق للحفاظ على الوحدة الوطنية وبقاء مملكة البحرين نموذجاً حضارياً يشار إليه بالبنان.